الاهلي بكره يعمل ايه قدام بالميراس؟ ماتش صعب جدا. بالميراس عنده ضغط كبير جدا. بالميراس واحد من الانديه الاربعه الكبار في مدينه ساو باولو. الناديين الكبار هناك سواء كورينثيانس او ساو باولو، الاثنين لعبوا في كاس عالم انديه وخدوا البطوله. ساو باولو خدها في 2005 وكورينثيانس خدها في 2012. ضغط كبير مصدر. دي نقطه في صالح النادي الاهلي، ضغط نفسي كبير معمول على بالميراس عشان خصيم الاهلي كمان السنه اللي فاتت، وده الضغط الثاني. لانه انت ممكن هنا تؤولها لان هي شيء ايجابي، جايين شيء ايجابي ليهم، جايين متحفزين وعايزين ياخدوا بالثأر وكل الكلام ده، لكن كل ده بيحطهم تحت الضغط. من النقاط التجديد اللي حصل في بالميراس، ماشوا 26 لعيب، خفضوا معدل الاعمار بشكل كبير جدا جدا. بقى عندهم عناصر كتير عندها حلول. رجع لهم دودو من الدحيل، كان اعاره، لعيب مهم جدا واهم ورقه هجوميه عندهم في الجناح اليمين. عندهم لعيب مميز جدا في مركز 6 دانيلو. دانيلو كان رايح، كان عنده 2 اوفر من ارسنال واليونايتد، وكان ماشي في الشتاء واجلوا العرض للصيف. عندهم وفيرتون، مش هو اللي بدا الدوري البرازيلي السنه دي، وفيرتون هو الحارس الثالث لمنتخب البرازيل مع ادرسون واليسون. فعندهم عناصر كتير جدا يقدروا يعملوا الفرق. الفرقه صعبه، مش سهله ابدا. دعموا زي ما انا قلت من شويه ان هم دعموا بشكل ممتاز قبل ما يلعبوا النادي الاهلي. جايين عشان ياخدوا البطوله، دي الضغوط اللي مصدره لهم هناك، مش عشان يكسبوا النادي الاهلي. البطوله اللي فاتت يمكن الظروف والاجواء كانت مختلفه، هم خسروا من تجريس المكسيكي في سيمي فاينل، وبعد كده لعبوا النادي الاهلي، كانت الدوافع اقل. صح. انا فرقه جايه اخد بطوله وبقيت بلعب على الثالث والرابع، وده دايما بيحصل وحصل للكاميرون قدام روكيني. فالدوافع قلت. صح. انما المره دي انا جاي عايز اوصل اخد البطوله. فهم حتى، وبالمناسبه المره دي مختلفه عن المره الاولى. المره الاولى لما لعبوا ثالث ورابع كانوا بيقللوا جدا من حجم النادي الاهلي. امبارح انا كنت بتابع اكتر من برنامج هناك بيتكلموا في البرازيل على المباراه، احترام شديد جدا للنادي الاهلي واللي عمله النادي الاهلي بنص فريق كما وصفوا، يعني اللي عمله النادي الاهلي بنص فريق واللي عمله النادي الاهلي قدام مونتيري وهم وكانوا مرشحين مونتيري ان هم هيلعبوه. فالتحركات والتحولات السريعه جدا اللي بيعملها النادي الاهلي كما وصفوها، انه اللاعبين الصراع جدا اللي في النادي الاهلي اللي بيعملوا التحولات دي واللي قدروا يمثلوا خطوره على مونتيري رغم ان هم المرشح الاقل فرصا قبل المباراه، فهم المره دي محضرين نفسهم كويس قوي للنادي الاهلي. ظروف النادي الاهلي صعبه جدا جدا، بتصعب المباراه عليه.